بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا درس آخر وتمرين آخر أيضا من دورة الكمان، اللي هو تمرين على نغم البيات. فللتذكير أنا طارق النغم من قديما، وقبل ما نبدأ بالتمرين نذكر أنه البيات راح ياخذ إذا على الري درجة الدوغا ري، شوف ري مي كاربي مول، يعني المي بيمول بداية الزند، هاي المي بيمول، الكار ترفعها شوية، هاي والطبيعي ترفعها بعد شوية، يعني المي كار تصير بين المي طبيعي وبين المي بيمول، يعني هسه هاي ري، هاي مي طبيعي، شوف الكار وهاي البيمول، شوف هاي البيمول هاي طبيعي. الكار صير بيناتن، واضح؟ فهذا حتى موقعها، يعني صار عندك ري مي كار بيمول فا صول لا طبيعي سي بيمول دو وري، وترجع ري سي لا. هذا هو نغم البيات، يعني الأبعاد مالته درجة من أي مكان تبدأ هي درجة، حتى لو كان الحرف بيمول، مثلا بيات تريد سي بيمول تعتبره درجة، أو على اللا بيمول تعتبره درجة، فمن أي نغمة تبدأ سواء بيمول ديز هي درجة تعتبر تحسب ثلاثة أرباع، لأن هنا عندنا من تنتقل ري عندنا نص وبعدين ربع يصير ثلاثة أرباع، شوف هاي الأبعاد ثلاثة أرباع، درجة ثانية أيضا ثلاثة أرباع الفا، ليش؟ لأنه راح تنتقل ربع حتى تصير مي مي طبيعي، وبين الفا مي والفا هي نص صار ثلاثة أرباع، شوف يعني أبعاد درجة ثلاثة أرباع ثلاثة أرباع ثلاثة أرباع درجة درجة نص هنا درجة زين وهنا درجة ويرجع. هذا نغم البيات واحنا محللين، يعني ذاكرين النغم في دروس سابقة اللي يحب يتابع. وايضا تحليل المقام يصير كالتالي، جنسين، جنس الاول بيات الري، هذا جنس يعني ري مي كار فا صول، هاي اربع درجات يسموها جنس، هذا الجنس الاول. هذا جنس بيات. الجنس الثاني شي يبدي نهاوند الصول، يعني من الصول شوف نهاوند الصول يرجع بيات. إذن هذا جنسين، جنس الأول بيات، جنس الثاني نهاوند الصول، واضح؟ هذا هو نغم البيات. وإذا تريد الصورة على الصول نفس الشيء، تبدأ صول لا كار يصير ثلاثة أرباع، سي بيمول أيضا ثلاثة أرباع، دو ري مي بيمول فا صول. هذا أيضا على الصول وعلى الجواب. شوف هذا أيضا على الجواب، صول لا كار سي بيمول دو ري مي بيمول فا صول.
واضح؟ اعتقد هسه النغم واضح. احنا هذا التمرين تريد تطبقه على، راح نطبقه على درجة الري، وتريد بعد ما تخلص من الري صورة على الصول وطبقه على درجة الصول. فأيضا البيات من تريد تقسم ممكن تقسم يعني جمل، والتقسيم احنا هذا قلنا براحتك، مثلا جملة هذه جملة بسيطة، دو سي دو ري دو سي دو ري فا مي ري دو ري، يعني هذا التقاسيم انت ورا سمعك ورا روحك. ممكن هذا التمرين هسه الاغنية هذه تبطئ هسه وهي تقسيم، مثلا شوف مثلا ايش جملة تسويها، او جملة تصعد واضح. يعني هذا التقسيم تقسم اول مره على جنس بيات، بعدين من تصعد يصير نهاون، شوف يعني بالصعود جنس نهاون، شوف. فتمشي اذا يعني بالتقاسيم ممكن تقسم على البيات بهذا الشكل، وممكن تحول تحويلات يعني من بيات الى نهاوند الصول. مثلا تقسم شوف انا هنا اخذت السيكار حولت اللي هو مثلا يا اما يسموه رست الصول يصير، شوف يعني هنا حولت يصير مثل رست الصول، تاخذ السيكار شوف صار هنا رست الصوت، وممكن ترجع شوف رجع، وممكن تحول على درجة الحجاز يعني يصير هو نهاون بس تاخذ درجة الحجاز الثانية مثلا، شوف صار هنا حجاز الدرجة الثانية مال نهاون وترجع. ممكن شوف رجعت هسه ايضا. فهذا تمارين يعني هاي التقاسيم انت تعتمد عليك وعلى متابعتك بالتقاسيم بال ايش اسمه بالنغم. هسه نجي للتمرين. طبعا التمرين اول مره نعزفه حتى تسمعه اللي هي اغنيه على اليادي اليادي للسيده فيروز، هو التمرين للمبتدئين، أغنية بسيطة وحركاتها بسيطة. طبعا أنا دائما أختار الأشياء البسيطة للمبتدأ حتى يقدر يعزفها، يعني مو ممكن تختار له مقطوعة صعبة وهو بعد بالسنة الأولى يعزف، وهذه جدا صعبة. وأعتذر عن الأصدقاء اللي يطلبون أغاني، يعني أنا والله ما عندي وقت إنه أسوي أغاني وأعزف أغاني وهذا. أنا الغرض هو تمارين للمبتدأ حتى يتقوى، هذا هو هدفنا إحنا. فهسه نجي الى التمرين نسمعه اول مره وبعدين نبلش يعني نشرح التمرين. بس اول مره تقسيمه بسيطه قبل التمرين،
بهذا الشكل احنا عزفنا التمرين بهذا الشكل. تعزف التمرين يعني انت تخلي هذا الفيديو وتعزف معه يعني مع الايقاع، لان الايقاع هنا مضبوط، تعزف مع الايقاع. هسه نجي للتمرين، نفصل التمرين بار بار. البار الاول ايش راح يصير؟ راح يصير دو. شوف دو ري فا صو ري دو. شوف واضح؟ دو ري فا صو ري، ويتكرر اربع مرات او ثلاثه حسب تجدد يتكرر. هو مثل ايقاع تيمبو هذا، يعني يعتبر دو ري فا صو ري دو ري فا صو ري. هذا البار الاول. الجمله الثانيه ايش راح يصير؟ شوف دو ر ر ر دو ثلاثه ري ر ر دو ر ر ر، يعني نايس على العالي. وراها راح تجي فا مي ر فا، شوف فا مي ر فا صو ر، واضح؟ فا مي ر فا صو ر دو ر ر ر فا مي ر فا صو ر، واضح؟ راح يصير بهذا الشكل الجملة وتنعاد. دو الثانية دو ر ر ر فا مي ر ر، يعني أول وحدة دو ر ر ر فا مي ر فا صو ر، الثانية دو ر ر فا مي ر ر، واضح؟ أعيدها دو ر ر ر فا مي ر فا صو ر فا مي ر فا صو ر، والثانية دو ر ر ر فا مي ر فا فا مي ر ر. وراها ايش راح تيجي الجملة؟ وراهاي دو ر ر ر فا مي ر فا صو ر، تجي وراها دو ر دو سي لا صو فا مي. شوف سلنا من الدو، دو ر دو سي لا صو فا مي صو فا مي ر فا مي ر، واضح؟ دو ر دو سي لا صو فا مي صو فا مي ر فا مي ر، تجي هالشكل. وراها راح يبدا الغناء وتنعاد، هاي طبعا راح يبدا الغناء. اليدي هي تغني هالشكل يعني، بس احنا ما لنا علاقه بالكلام. شي هاي دو ر ر ر دو فا مي، واضح؟ دو ر ر ر دو فا مي، وراها دو فا مي صو مي ر. شوف دو فا مي صو مي ر، واضح؟ اعيدها دو ر ر ر دو فا مي دو فا مي فا صو مي ر، وتنعاد وحيا تهدي الهوى دو ر ر ر دو فا مي دو فا مي دو فا مي فا صو مي ر. هذا انتهى المقطع الاول من الغناء. اللي وراه ايش راح يجي؟ فا صو 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 صو، هنا صول خمسه، فا صو كروشات هن، فا صو 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 فا، فا صو 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 فا دو فا مي فا صو مي ري، واضح؟ دو راح اعيدها دو فا صو 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 فا دو فا مي فا صو مي ري دو ر ر ر، وراها دو ر ر ر دو فا مي، نفس الأولى دو فا مي فا صو مي ري. راح تجي مقطع آخر وراها سي 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 بيمول، سي 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 أربعة،
كروشات سي 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 يوف أربعة كروشات سي 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 لا دو لا سي 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 لا دو لا واضح سي 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 لا دو لا صو 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 فا صو مي ري صو 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 فا صو مي ري وراها دو ر ر ر دو فا مي دو فا مي صو مي ري واضحة؟ هذه كل الأغنية هو عبارة عن تمرين جميل وأغنية جميلة. وأنت إذا حفظت هذني الأشياء البسيطة يعني راح تتمكن عليها وراح تتأهل أن تعزف الأصعب والأقوى. وأنت لا تفكر هسه كمبتدئ تصعب يعني تعزف شغلات صعبة جدا، ما تقدر، لأنه هي مراحل. أول مرة تعزف هذه الأشياء البسيطة وبعدين تنتقل إلى الأصعب. هذا هو تمرين، وبعد ما تخلص من هذا التمرين على درجة الري أنت نفسه تمرن على درجة الصول، صور على الصول، يعني هنا ري هنا ياخذ صول، هنا مثلا ياخذ مي، هناك ياخذ لا، مي كار هناك لا كار، هنا ياخذ فا هناك السي بي مول، وهالشكل صوره وحفظه ايضا على الصول. واضح؟ هذا هو تمرين اليوم، واتمنى انه تمت الاستفاده، واي استفسار واي سؤال انا مستعد لكل الاصدقاء انه اجاوبهم واساعدهم في اي شيء يريدوه. بس يتصلون بي على صفحتي على الفيسبوك، لان انا من انشر الفيديو باليوتيوب حقيقه بعد ما اتابع، يعني ما اتابع شنو شو يصير ما يصير شو يريدون الاصدقاء، لانه انا شو خلاص هذا هذيك الفتره تابعت من وراء شغلات يعني انتارت. المهم لهنا ينتهي الدرس، وانا بخدمه الجميع، ومع السلامه.